نعم، يعني الإعلام العبري بشكل عام يحاول أن يتماهى مع البروباغندا الإعلامية بشكل تام مع ما يطرحه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويتناول بكثرة تصريحات بن كبير وسموريتش حول المعركة الدائرة في قطاع غزة. طبعا يلاحظ بشكل عام أن منذ 7 أكتوبر حتى الآن تتبع دولة الاحتلال والإعلام العبري بشكل عام البروباغندا الإعلامية التي تحواها أنهم يعني منتصرون وسينتصرون ويسعون إلى الانتصار المطلق والساحق الماحق كما يدعى نتنياهو. كل هذا هو من قبيل البروباغندا، لأن كل يعني الحرب النفسية والإعلامية التي يشنها الاحتلال في التصريحات العلنية يواصل نتنياهو نفس السياسة، وقادة الجيش وقادة الأحزاب وكل المنظومة الإعلامية في كيان الاحتلال نفس الطرق نفس الأساليب نفس العبارات، لكن على الواقع غير ذلك بالمطلق. يعني بمعنى نتنياهو رأيناه يصرح منذ 7 أكتوبر حتى الآن، أي قرابة 5 أشهر، عن يعني أنه يحقق انتصارات وأنه سيصل إلى الأسرى وسيحررهم بالقوة وأنه سيقضي على المقاومة، لكن ماذا يجري على أرض الواقع في قطاع غزة؟ عكس ذلك تماما. نعم. الجيش يستنزف، الجيش يدفع ثمن باهظ جدا، كل يوم يتم ضرب الدبابات وناقلات الجند والجنود ويتم قنصهم، استنزاف متواصل لجيش الاحتلال، خسائر كبيرة، الرقابة العسكرية تتكتم بشكل كبير جدا على الخسائر ولا تذكر إلا بشكل شحيح والقطارة. بالتالي بدل أن يقضوا على المقاومة يبدو أن المقاومة هي التي قضت على جيش الاحتلال في قطاع غزة، وهذا يعني ليس من قبيل العاطفة أو يعني التبهير أو النفخ، لا على العكس، مفكرون في جيش مفكرون في كيان الاحتلال، وكتاب سياسيين وقادة عسكريين حذروا قبل 7 أكتوبر من أن يدخل جيش الاحتلال إلى قطاع غزة، ولأنه سيكون هناك مقبرته، ولأن غزة يعني رمال متحركة وسيغرق الجيش في وحل غزة، وبالتالي هذا ما يحصل بالضبط. وكما توقع يعني كبار المثقفين أو قادة الرأي والفكر في كيان الاحتلال، الآن الجيش يستنزف. إذن بالتالي نتنياهو عندما يقول قضينا على المقاومة، على العكس المقاومة تقضي على الجيش، وعندما يقول سنحرر الأسرى بالقوة، على العكس الأسرى منذ 5 أشهر لم يستطع الوصول إليهم، وبالتالي هذا إخفاق كبير جدا. لكن معلوم أنه نتنياهو الآن لا يستطيع أن يوقف الحرب، لأن إيقافه في هذه الأيام يعني هزيمة واضحة وصريحة لا جدال فيها ولا غبار عليها، وبالتالي هزيمة للمشروع الغربي في المنطقة، وهذا لا تريده أمريكا. ولذلك نرى أمريكا تمد الاحتلال بالمليارات وتفتح جسر جوي حتى على حساب أوكرانيا. يعني معروف أن الروس الآن يحرز تقدما في أوكرانيا. نعم. بسبب أن الغرب يدعم الاحتلال بشكل كبير جدا. بالتالي يعني كيان الاحتلال تفاعلات الآن في داخل كيان الاحتلال هناك تفسخ، ويعني بدأ الوضع هش جدا، وأهالي الأسرى يضغطون بشكل كبير جدا على نتنياهو، والاستطلاعات الرأي تشير إلى تراجع نتنياهو لأنه لم يحقق أي نصر أو أي إنجاز، فقط يرى النصر في كلماته وتصريحاته لا رصيد لها على الواقع، يرى أنه يصرح أكثر من مرة ويكررها مرارا وتكرارا، نحقق نصر وسننتصر، وبالتالي هو لم يحقق لا نصر ولا غيره، والشعب يعني أو عفوا الجمهور الداخلي في كيان الاحتلال يعرف ذلك. لكن لأن الوضع حساس جدا ولأول مرة يحصل ما حصل منذ 7 أكتوبر حتى الآن في كيان الاحتلال، لا يستطيعون في هذه الأيام أن يعلنوا الهزيمة ويستجيبوا لمطالب المقاومة حول صفقة الأسرى ورفع الحصار. ولذلك نرى نتنياهو فقط يلعب على ورقتين، ورقة إطالة أمد الحرب من أجل أن يبقى رئيس للوزراء وعدم محاسبته لاحقا، وورقة استهداف الحاضنة الشعبية في قطاع غزة. يعني لأول مرة في التاريخ يجري أن يكون هناك جيش وعسكر يواجه مدنيين، مستشفيات، مربعات سكنية، أطفال ونساء. يعني الأصل أن يكون عسكر قبالة عسكر، لكن لجبن الاحتلال ولعدم وجود أهداف يستطيع أن يصل إليها للمقاومة، لأن معروف أن المقاومة في غزة ليس لها مطارات عسكرية ولا قواعد عسكرية ولا يعني كدولة معروف أنها هي مقاومة تسعى لتحرير أوطانها، وبالتالي جيش الاحتلال يخفق لا يحقق أي إنجاز، نتنياهو يكابر ويماطل،
وبالتالي يشتد الخناق عليه. ورأيناه في تصريحات الأمس يقر بذلك، قال بصريح العبارة أن هناك من يطالبنا بالتوقف وإنهاء الحرب في هذه المرحلة وندفع ثمن كبير جدا للمقاومة، نقول لهم أننا لا نقبل بذلك. يعني هذا إقرار منه أن هذه المرحلة وهذه الأوقات وهذه الأيام هناك هزيمة وخسارة مدية لجيش الاحتلال، ولكنه يريد عبر إطالة أمد الحرب لعله يصطاد صورة نصر بالعثور على أسرى لدى المقاومة، أو يعني أن يصطاد أو يصل إلى قادة مقاومة، هكذا هو يأمل وهكذا يتوهم. ولكن ما أخفق فيه طوال 5 أشهر في تصور أنه خلال الأيام والأسابيع القادمة أيضا سيخفق فيه، والأيام الآن حبلى بالمفاجآت القادمة. لماذا؟ لأننا أمام شهر رمضان، والاحتلال الآن أخفق في غزة وخان يونس ويريد أن يدخل إلى رفح. هل ما أخفق فيه في غزة وخان يونس سينجح في رفح؟ طبعا لا. وبالتالي حقيقة الصورة قاتمة جدا لدى الاحتلال ولدى جيشه الذي يستنزف، والوضع الداخلي لديه يعني هش وضعيف. لكن طبعا في التصريحات الإعلامية يظهرون الابتسامات وكأنهم منتصرون، من قبيل البروباغاندا والحرب النفسية التي حقيقة لا تنطلي على الشعب الفلسطيني. 75 عام من الاحتلال، كل فرد في الشعب الفلسطيني بات يعرف كل أساليب وطرق ومكائد الاحتلال واستخبارات ومخابرات، وبالتالي لن تنطلي عليهم تصريحات نتنياهو أو جالانت أو سموريتش أو جان الذين دائما يتوعدون المقاومة بالويل والثبور وعظائم الأمور، وإذا بالويل والثبور وعظائم الأمور تقع على رؤوس جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتم اصطيادهم كل يوم وكل ساعة، ويستنزف جيش الاحتلال بشكل كبير جدا. وإلا لماذا هذه المليارات التي تتدفقت وتتدفق على الاحتلال كي يعوض جزء من خسارته؟ لكن في تصور أنها أيام وأسابيع قليلة حتى توقف هذه الحرب وينزل نتنياهو عن الشجرة وتجري صفقة تبادل، نعم، يتم فيها إدخال الفرحة لقلوب أهالي الفلسطينيين خاصة أهالي الأسرى، ونرى جيش الاحتلال يتقهقر وينسحب من قطاع غزة. نعم. أيضا أستاذ خالد، يعني تحدثت عن تصريحات بحق تهديدات بحق حماس من قبل الاحتلال ومسؤوليه، ولكن إذا ما تحدثنا عن تأثير تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، على سبيل المثال سموتريتش عندما تحدث أن الأهم هو القضاء على حماس والانتصار عليها وليس إعادة المحتجزين والرهائن في القطاع، بن غفير أيضا يقول على نتنياهو منع إدخال المساعدات إلى غزة ما دامت إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي شيء بشأن المخطوفين. هذه التصريحات التي تشير إلى عدم الاهتمام بالمختطفين أو أهمية هذه القضية بالنسبة لبعض المسؤولين الإسرائيليين، كيف يمكن أن تؤثر على الشارع الإسرائيلي وعلى الخلافات الداخلية في حكومة الاحتلال؟ نعم، يعني هي أصلا أفكار المتطرفة لدى بن غفير وسموتريتش هي تم شحن عقولهم طوال عشرات السنين بأفكار توراتية التوراة بريئة منها، من أن الشعب الفلسطيني من الأغيار ويجوز قتله وذبحه وطرده، وبن غفير أعلنها في صراحة أن المكان الطبيعي والكيان الطبيعي والأرض الطبيعية للفلسطينيين هي الأردن وليس يعني فلسطين التاريخية. وأيضا بن نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس قال بنفس الفكرة، وبالتالي يعني نحن أمام حكومة متطرفة يحركها فقط أفكار متعالية يعني هرطقات لا أساس لها في الوجود، لا في التوراة ولا في المنطق ولا في العقل. وبالتالي يعني عندما بن غفير أو سموتريتش يتخلوا عن الأسرى ويقولوا أنه ليس يعني هدف الأساس أو المطلق لتحريرهم، بالتالي هذا حقيقة يزيد الشرخ الداخلي في كيان الاحتلال، وهذا ما رأيناه بجنون وغضب أهالي الأسرى وأصدقائهم وأقاربهم وفي ضد حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. وأيضا رأيناه تنازل كبير في استطلاعات الرأي لنتنياهو، ورأينا جانس يتغلب عليه بشكل كبير جدا، بمعنى أن نتنياهو لا يجيد إدارة دفة الأمور في قطاع غزة ولا في الملف الأسرى، فقط يجيد الحرب النفسية سواء كانت على الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال أو على مستوى العالم الخارجي. لأنه رأينا أيضا أن بريطانيا وأمريكا الآن بسبب عنجهية نتنياهو يدفعون ثمن غالي جدا في اقتصادهم، باب المنزل الآن يعني تقريبا شبه مغلق، حتى السفن التجارية قصفت، بل وإن سفن يعني عسكرية لأمريكا وبريطانيا قصفت، وبالتالي الوضع حساس وحرج جدا.
وكأن العالم كله الآن يصطف خلف نتنياهو من أجل هذه المعركة، ويصورونها على أنها معركة مصيرية، وأن مطالب المقاومة تعجيزية، مع أن مطالب المقاومة بسيطة جدا. يعني أسير قضى 20 و30 و40 عام في الأسر على أن يطلق سراح، هل هذه معجزة أن يتم رفع الحصار وإدخال الدقيق والطحين ويعني والدواء لقطاع غزة؟ هل هذه معجزة وهل هذه يعني أمر خطير؟ يعني بالتالي الغرب جن جنونه، وحكومة نتنياهو التي يستلمها ويقرر قراراتها بن جفير وسمريتش، هذا جنون. هذه سيريا لا يقبله لا منطق ولا عقل ولا تاريخ الحروب في العالم جميعه، أن يتم محاربة شعب في لقمة خبزه، في حليب أطفاله، يستهدف النساء والأطفال. هذه سيريا لم تحصل في التاريخ. يعني رأينا كل الحروب في التاريخ يكون جيش كبالة جيش، عسكر كبالة عسكر، ومن ينتصر يعني حسب من لديه القدرة والتفوق والذكاء. لكن الآن أن يتم استخدام قوة عسكرية ضد مستشفيات ومربعات سكنية بحجة أن أطفال ونساء كانوا مجرد دروع بشرية للمقاومة، وعلى فرض كان آلاف الأطفال دروع بشرية، هل يحق لكم قتلهم وقتلهم؟ معنا هذا غير صحيح إطلاقا. بالتالي يعني حقيقة ما يحصل داخل كيان الاحتلال هناك تفسخ كبير جدا، وما كان لهذا التفسخ وتراجع نسبة تأييد نتنياهو واليقود في استطلاعات الرأي أن يكون لولا أنهم هزموا، لولا أنهم لم يحققوا أي صورة إنجاز ولا إنجاز. لو كان نتنياهو يحقق انتصارات في غزة وإنجازات لرأينا استطلاعات الرأي تشيط ويحصل أكثر من 60 أو 70% أو 90% من تأييد الجمهور له، لكن أن تصل النسبة إلى 10 أو 20% تأييد له، هذا يعني انتحار سياسي لنتنياهو، هذا إحساس كبير جدا. وعبر عنه بالأمس في التصريح الصحفي، قال إنه يعني لا يمكن وقف الحرب في هذه الأوقات لأن مطالب المقاومة يصفها بالتعجيزية، مع أنها يعني سهلة وبسيطة جدا، لأنه هو يدرك أنه مهزوم، وبالتالي هو لا يريد أن يوقف هذه الحرب في هذه الأوقات. وبالتالي حقيقة كل ما يحصل هو أن كيان الاحتلال يتراجع منذ 7 أكتوبر حتى الآن، لم تحدث أي صورة تقدم أو تفوق لكيان الاحتلال أو جيش الاحتلال. كل ما يجري حقيقة هو تراجع لكيان الاحتلال على مستوى العالم. يعني عندما العالم يرى أمريكا بالأمس استخدمت حق النقد الفيتو للمرة الثالثة أو الرابعة ضد رفع الحصار أو وقف الحرب في قطاع غزة، هو الأعلى العالم يعني أعمى وأطرش ولا يسمع، بل يعلم ويعرف ويرى ويقيم. أمريكا الآن هي التي ترعى الإرهاب في العالم وترعى كيان الاحتلال، وتستخدم قوتها وحق النقد يعني تقف حائل أمام حرية الشعب الفلسطيني وأمام إدخال حتى القمح والدقيق والدواء لقطاع غزة. بالتالي العالم سيكره أمريكا أكثر فأكثر، وهذا ما عبر عنه كتاب رأي في أمريكا، وقالوا بأن الاستطلاعات في العالم تشير إلى تراجع مكانة أمريكا وحب العالم لها أو قيمها الأخلاقية التي تنادي بها. كل هذا بسبب ما يحصل في قطاع غزة، وأن على أمريكا أن توقف ما يحصل. لكن طبعا السياسة شيء والأخلاق شيء آخر عند أمريكا، القوة شيء والأخلاق والقيم شيء آخر عند أمريكا. هي تريد أن تفرض سيطرتها على العالم بقوة السلاح والسياسة عبر قاعدتها التي هم وصفوها بأن إسرائيل قاعدة متقدمة لأمريكا في قلب العالم العربي والإسلامي، وبالتالي لا يريد لهذه القاعدة أن تسقط، لأن ذلك يعني سقوط مدوي للقيم والحضارة الأمريكية وتراجع نفوذها على مستوى العالم. ولذلك نرى أمريكا بقضها وقضيبها وتدعم بالمليارات كيان الاحتلال، لأن كيان الاحتلال يشكل يعني سهم في قلب العالم العربي والإسلامي يستنزفه ويجرحه صباح مساء. وبالتالي لا يمكن أن توقف أمريكا دعم الاحتلال، لا دعم الاحتلال إلا في حالة واحدة، إذا رأت أن هذا الاحتلال حقيقة هزم بشكل كاسح جدا وأصبح عبء على الغرب وأمريكا ككل. عندها ستتراجع أمريكا وتتخلى عن دعمها لكيان الاحتلال. وأعتقد أن 7 أكتوبر هو بداية هذا التراجع، لكن ليس بكبسة زر بل على مراحل وبشكل تراكمي. وبالتالي يعني كل هذا سببه الصمود العجيب والغريب والأسطوري، ولست أنا من أصفه أسطوري، بل أغلب صحف العالم في كل العالم تصف صمود قطاع غزة بأنه أسطوري. وهذا الصمود حقيقة جعل استطلاعات الرأي حتى في أمريكا من جيل الشباب يؤيد القضية الفلسطينية، أكثر من نصف الشباب في أمريكا يقولوا أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، وأن ما جرى في 7 أكتوبر ليس إرهاب بل يعني سعي لنيل الحرية. وبالتالي هذا التحول الكبير في استطلاعات الرأي لدى الغرب هو حقيقة نتيجة صمود الشعب الفلسطيني الذي أذهل الجميع. نعم أكيد، كل تحية لك أستاذ خالد معالي، كنت معنا مختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا.